السلام عليكم ورحمة الله. نواصل على بركة الله سلسلة محاضرات الكورس بعنوان Reservoir Modeling. اليوم حيكون موضوعنا على الـ Average Reservoir Pressure، كيف حسبنا قيم المتوسط اللي هي تمثل المكمن، بالإضافة إلى حنتعلمه كيف شن أنواع الاختبارات اللي تم إجراءها نتحصل منهن على قراءات البرشر. فحنشوفوا مثال لبعض الأرقام لكيف حسبنا واحدة من القيم من خلال الأبار الموجودة عندنا في الحقل. فنحن الريزرفوار برشر يعتبر من أهم البيانات المطلوبة عندنا في الإمبال سوفت، وأغلب السوفت ويرات المتخصصات بالمكان والمدات المطلوبة اللي نبي ندخلها للسوفت وير يكون عندي الأفرج ريزرفوار برشر، قياسات أو حساب متوسط الأفرج ريزرفوار برشر. طبعا كل قيمة من الأفرج ريزرفوار برشر تحصلوا عليها من خلال الأبار، من خلال قراءات الأبار. هنشوفوا ستاتيك سيرفي وكيف يتم إجراء التست لقياس الستاتيك بوتوم هول برشر. لاحظوا هنا نتكلموا عن ستاتيك بوتوم هول برشر، ما نتكلموش في عندي نوعين من البرشر، في عندي البوتوم الستاتيك بوتوم هول برشر وعندي الفلوينج بوتوم هول برشر. لكن في الريزرفوار برشر هنا عندنا ناخذ في قراءات الستاتيك بوتوم هول برشر. ما معنى ان الستاتيك بوتوم هول برشر ان البير يكون شط ان في حاله ستاتيك، ما فيش فلو، ما فيش تدفق للاويل. فاول شيء حنرسمه العلاقه التايم، عندنا التايم مع البرشر حنحدون بشكل كامل عند اخر قيمه، بعدين انسيرت هيظهر عندي الشكل تقريبا طبعا واضح ان الاكسل ياخذ في الارقام من البدايه هنا، فنقدر نعدل، ندير دبل كليك على المحور اكس، دبل كليك نجي على الجزء هذا نعدل الارقام. لاحظ ان عندي المينيموم للماكسيموم، واضح ان هي ارقام عاديه. فانا نبدا تقريبا هنا عندنا لاحظوا ان بديت من اليوم او نفس الوقت اللي نحن بدينا فيه من اول قراءه برشر، اللي هو 31/12/1966. هذه اول قراءه، هذه اول قيمه تمثل الانيشال ريزرفوار برشر، هذه اول قيمه ضغط عندي في المكمن اللي هي 4714، حسبناها طبعا من خلال البوتوم هول برشر من اول بير حفرناه وقسنا في قراءه البرشر. هنا قبل ما نبدا في الانتاج اول قيمه ضغط تمثل initial reservoir pressure، هي النقطة هذه. واضح ان عندنا البيهيفير بالشكل التالي، قبل ما نخشوا في ونعرفوا كيف صار البرشر، يعني واضح الترند. كان في سؤال كان في سؤال سألناه في القناة، تفسير او سبب، شنو السبب اللي يخلي البرشر يزيد في مرحلة ما وينخفض في مرحلة ما. واضح ان شفنا هو نفس الرسمة هذه، كان السؤال الموجود في القناة اللي هو نسأله فيه ان في منطقة الفيس 1 المرحلة الاولى هنا من بداية عمر المكمن، لاحظوا ان في خلال تقريبا اول ثلاث سنوات من الانتاج، لاحظوا ان صار في ديكلاين سريع، يعني للبرشر صار في انخفاض سريع جدا في البرشر في اول ثلاث سنوات فقط. بعدين في تقريبا في 69 في شهر 10 صار في مينتننس للبرشر. فسؤالنا في الفيس الأول، شن السبب اللي خلى الضغط ينخفض بشكل سريع؟ وبعدين اللي هو في شهر 10/1969 صار في مينتنس للبرشر تقريبا يعني على حد 3000. فكان في بعض الإجابات من المهندسين هنعرض جزء منهم. أحد المشتركين قال إن initially يقصد في البداية we have no free gas. The undersaturated produced oil only, so pressure will decline sharply at phase A. However, at the pressure decline, we got free gas, but it doesn't reach the critical saturation pressure, so the pressure is maintained. Okay, يقصد هنا initially إنه هو ما عندش ما زلت ما وصلتش للبابل بوينت. البابل بوينت كان عندنا في الحقل اللي هي قيمتها 2535. هذه قيمة البابل بوينت برشر.
فنحن ما زلنا ما وصلناش للبابل بوينت برشا، هنا 3000 يعني 2535 تقريبا. هنا في عندي نقطتين او ثلاث نقاط لبعض الاباء ان هي وصلت للبابل بوينت، لكن بعدين واضح ان الفتره دي صار في ان هي زادت فوق الاباف بابل بوينت، يعني خلينا نقول انا تحرر جزء من الغاز، لكن بعدين رد من جديد ذاب في الاويل وخليت الضغط بتاعي فوق البابل بوينت. فعندي هنا تفسير ثاني مهندس سمير قال في الكيس A، يقصد هنا في الفيس الأول A depletion reservoir drive mechanism or solution gas drive، يقصد إنها كانت عندي drive mechanism هنا هي solution gas drive، هنتكلم بالتفصيل بعدين عن موضوع drive mechanism. Pressure sharply decline with production is going on، يقصد إنه صار في decline هنا للبرشر نتيجة الإنتاج. يقصد على الكيس B we have two suggestions، first when the production reach the bubble point pressure the free gas make secondary gas cap drive that cause maintenance for reservoir pressure، يقصد ان هنا بعدين وصلنا للبابل بوينت وتحرر الغاز وهو دار سبورت للبرشر، لكن نحن تقريبا ما زلنا ما وصلناش للبابل بوينت الا في بعض الابار تكلمنا عليه. فالفري جاز ما عنديش، انا نتفق هنا من توا ان الريزرفوار برشر مازال اندر ساتوريتد، احنا عندنا انواع الريزرفوار، عندنا اكثر من نوع للمكمن. شوفوا لما انا نوصل للبابل بوينت اللي هي 2535 ونوصل يعني حتى الجاز كاب عشان يتكون في المكمن يحتاج فتره طويله، فمش مجرد ان بمجرد ما ان البرشر وصل في الريزرفوار بتاعي للبابل بوينت هذا يعني ان انا تكون عندي الجاز كاب وزاد حجمه، لا هو يحتاج فتره طويله مع استمرار انخفاض البرشر. لكن نحن هنا في النقطه هنا يعني المهم جدا ان نحاولوا ان ما نخلوش الريزرفوار برشر يوصل للبابل بوينت، يعني يمكن نستعملها الجاز كاب كاز درايف ميكانيزم وان هي تكون في الريزرفوار تعطيني سبورت للبرشر اوكي لما يكون المكمن نتاعي اصلا انه اوريدي عندي البابل بوينت وبنضطر اني نتعامل مع الغاز ونخليه قاعد عندي في المكمن ونستفيد من الدرايف ميكانيزم، لكن لما يكون الريزرفوار نتاعي اصلا اندر ساتوريتد فانا مادا بيا الغاز يكون قاعد ذايب في الاويل. ليش؟ لان لو تحرر الغاز، لو تحرر عندي الغاز في الابار الغاز حيكون عندي جاز كاب. لو شفنا مثلا صوره معينه لي لو شفنا هنا مثلا عندنا في الريزرفوار انواع، عندي نوعين، نحن الريزرفوار بتاعنا اندر ساتوريتد اويل ريزرفوار، ما معنى ان الريزرفوار بريشر بتاعي قاعد اباف بابل بوينت، يعني عندي اويل ويز سولوشن جاز ويز جاز ان سولوشن، يعني قاعد الغاز ذايب عندي وهنا طبقه الوتر تمام. فهنا الريزرفوار بتاعي لاحظوا انه هو اباف بابل بوينت، لما يوصل للبابل بوينت ويكون تحت البابل بوينت يتكون عندي الجاز كاب. فلو كان عندي الابار محفوره هنا وننتج في اويل لما يوصل للبابل بوينت برشر لاحظوا ان الابار هذينا هيتكون عندي الجاز كاب، والجاز كاب عاده يكون في اعتبار ان الدنسيتي بتاعها اخف فهيكون في التوب، فالابار اللي كنت حافرهم وننتج منهم في الاويل حننتج منهم في غاز. المشكله ان الغاز يعني الفيسكوستي بتاعه لو فيسكوستي واقل دنسيتي فيكون مروره في الابار اسرع، فيبدا يمر في الابار ونبدا ننتج في الغاز ويبدا الاويل قاعد ليفتد، يبدا يكون موجود قاعد في المكمن ومعاش نقدر نطلع الا بعد ما نستعمل درايف ميكانيزم اخرى. طبعا الغاز باعتبار انه هو ماهوش ايكونوميك بالنسبه مقارنه بالاويل، فانا يعني مدبيه اني نخلي الغاز قاعد ذايب عندي في الاويل وننتج وبعدين نفصل على السطح عن طريق خلال سبريتر وغير. فهنا نحن بطريقه او باخرى اننا ما نوصلش للبابل بوينت، ما نخليش الغاز عندي يتحرر تمام. فقعد هو البرشر تقريبا يعني ثابت على 3000، يعني في بعض النقاط لكن ما وصلش لل 2535 اللي هي نقطه البابل بوينت.